أحبتي في الله، كل واحد منا نريده أن يسأل سؤالا، أن يسأل نفسه عن الليل والنهار، كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات، كم ضحك في هذه الحياة، وهل هذه الضحكة ترضي الله عز وجل عنه، وكم تمتع في هذه الحياة، وهل هذه المتعة ترضي الله عز وجل عنه، وكم سهر وهل هذا السهر يرضي الله عنه، وكم وكم سؤال يسأل فيه نفسه. وقد يبادر الإنسان، لماذا أسأل هذا السؤال؟ نعم، تسأل هذا السؤال لأنه ما من طرفة عين ولا لحظة تعيشها إلا وأنت تتقلب في نعمة الله. فمن الحياء مع الله والخجل مع الله أن يستشعر الإنسان عظيم نعمة الله عليه، من الحياء والخجل أن نحس أننا نطعم طعام الله، وأننا نستقي من شراب خلقه الله، وأننا نستظل بسقفه، وأننا نمشي على فراشه، وأننا نتقلب في رحمته، فما الذي نقدمه في جنبه؟ يسأل الإنسان نفسه. يقول الأطباء إن في قلب الإنسان مادة لو زادت 1% أو نقصت 1% مات في لحظته. فأي لطف وأي رحمة وأي عطف وأي حنان من الله يتقلب فيه الإنسان. يسأل الإنسان نفسه عن رحمة الله فقط. إذا أصبح الإنسان وسمعه معه وبصره معه وقوته معه، فمن الذي حفظ له سمعه؟ ومن الذي حفظ له بصره؟ ومن الذي حفظ له عقله؟ ومن الذي حفظ له روحه؟ يسأل نفسه، من الذي حفظ هذه الأشياء كلها؟ من الذي يمتع بالصحة والعافية؟ الناس المرضى على الأسرة البيضاء يتأوهون ويتألمون، والله يتحبب إلينا بهذه النعم، يتحبب إلينا بالصحة، بالعافية، بالأمن، بالسلامة، كل ذلك فقط لكي نعيش هذه الحياة طيبة. فالله تعالى يريد من عبده أمرين: الأمر الأول فعل فرائضه، والأمر الثاني ترك نواهيه وزواجره. ومن قال إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق، فقد أخطأ الظن بالله. والله إذا ما طابت الحياة بالقرب من الله فلن تطيب بشيء سواه، وإذا ما طابت بفعل فرائض الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء سواه. ويجرب الإنسان متع الحياة كلها، فإنه والله لن يجد أطيب من متعة العبودية لله بفعل فرائض الله وترك محارم الله. فإنه والله لن يجد أطيب من متعة العبودية لله بفعل فرائض الله.